الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 72 بعد 700، باب الحرب خدعة. في هذا الباب حديث واحد هو 75 بعد 800، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. هذا الحديث روي الحرب خدعة، ورويت الحرب خدعة، ورويت الحرب خدعة بضم الخاء وفتح الدال خدعة، وبفتح الخاء وسكون الدال لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصح. خدعة هذه هي الأصح. معنى الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه باتساع نطاق الفتح الإسلامي شرقا وغربا، حتى يقضي على دولتي الفرس والروم، وكانتا الدولتان هما أكبر دولتين في ذلك العصر. فقال صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. هلك ماضي، فعل ماضي، هو لم يأتي بعد. إذا عبر الإنسان بالفعل الماضي على شيء لم يأتي بعد، لسه سيأتي في المستقبل، هذا يدل على أن الهلاك محقق وهو واقع لا محالة، أن هذا الفعل واقع لا محالة. مثل قول الله في القرآن: أتى أمر الله، يعني جاءت القيامة، وبعدين يقول إيه: فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. فاستخدام الفعل الماضي لأمر مستقبلي دلالة على أن هذا الفعل واقع لا محالة وانتهى، وكذلك لقرب وقوعه، حيث هلك آخر ملوكهم في عهد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. أما القضاء على الإمبراطورية الرومانية فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: وقيصر لا يهلكن، فعبر بصيغة المضارع لا لسه آتي في المستقبل، لأن القضاء على الإمبراطورية الرومانية في المشرق قد تم على مراحل، حيث أخذت تتقلص ولم يقضى عليها نهائيا إلا على يد السلطان المظفر محمد الفاتح، عندما فتح القسطنطينية سنة 57 بعد 800 للهجرة. هذا الأمر يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيبين أن في عهد عمر الفاروق ظهرت هذه الأمور، وسوف نتكلم عنها عندما نأتي إلى الفوائد التي نريدها من هذا الحديث. أيضا سمى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. في غزوة الخندق خدعة معناه أن النصر فيها لا يعتمد على العدد والعدة بقدر ما يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على حسن التدبير والحيل الحربية. تخيلوا في غزوة الخندق كان عدد الكفار 3000 والمسلمون عددهم قليل جدا. ثم أشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا، بئر عميق عريض طويل ما بين الجبلين، حتى لا يستطيع المشركين أن يدخلوا المدينة، ونجحت الخطة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبعدهم بريح وبرد شديد، فتركوا كل شيء وعادوا إلى مكة مرة أخرى الكفار،
وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مأمن. فالحرب لا بد منها من حسن التدبير والحيل، لكن كل ذلك بعد الاعتماد على الله، لأن الله قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ البشارة بزوال الدولة الفارسية في أقرب وقت، ويدل عليه التعبير بصيغة الماضي في قول صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى. نسأل الله أن يزول كل صاحب نعرة كاذبة يريد أن يفرق جماعة المسلمين، اللهم أمين. ثانيا، بشارته بزوال الإمبراطورية الرومانية من المشرق. احنا في اتنين إمبراطورية رومانية، إمبراطورية رومانية اللي هي ما زالت روما إلى الآن، وهذه الغربية بيتبعها أوروبا وأمريكا وغيرهم، والإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي أصبحت الآن تركيا، كانت قبل ذلك الدولة العثمانية اللي هي كان مقرها إسلامبول، اللي هي إسطنبول، اللي هي القسطنطينية. وده وقع بالفعل، لأن الدولة الرومانية بدأت تتقلص على يد الفاتحين شيئا فشيئا، فجلت عن بلاد الشام، حررت بلاد الشام في عهد الفاروق، وتوالت الفتوحات حتى فتحت عمورية في عهد الخليفة العباسي المعتصم، ثم تم القضاء عليها في الشرق نهائيا بفتح القسطنطينية على يد الخليفة المظفر محمد الفاتح، حيث غزاها بجيش يبلغ 250,000، وحاصرها بحرا ب 180,000، غير أنه لم تتمكن السفن العثمانية من الوصول إلى القسطنطينية بسبب السلاسل الحديدية التي حالت بينهم وبينها من جهة البحر. فلما رأى السلطان ذلك، أمر بوضع الألواح شبية على البر، وصب عليها الزيت، ونقل عليها السفن البحرية. تخيلوا السفن البحرية ركب لها عجل وعلى الزيت كده، ومضى بها على الايه، على البر، ونقل تبلغ نحو 70 سفينة إلى الجانب الآخر من البحر على طريق بري يبلغ 6 أميال. وتم ذلك في ليلة واحدة، فلم يطلع الصباح حتى رآها الروم قائمة على البحر تحاصر عاصمتهم، فأيقنوا بالهزيمة، واقتحم السلطان المدينة ب 150,000 مكبرين مهللين، ودخل القسطنطينية في 20 جمادة الأولى سنة 57 في عام 857 و800 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفتحوا هذه البلد كلها، والحمد لله في عصرنا الحديث من كم سنة أردوغان، أسأل الله أن ينصره، حول مسجد آيا صوفيا، كنيسة آيا صوفيا، إلى مسجد، إلى مسجد، لأن محمد الفاتح اشتراها بحر ماله من أصحابها بعدما باعوها القساوسة للناس، اشتراها منهم بماله وحولها إلى مسجد كبير، ولله الحمد. ونسأل الله النصر للرئيس أردوغان حتى تفتح القسطنطينية مرة أخرى، وأن يحكمها الإسلاميون، وأن يحكمها أهل العدل، لا يحكمها العلمانيون ولا الاشتراكيون ولا الشيوعيون ولا أي إنسان يريد أن يفرق عصر المسلمين، اللهم آمين. ونسأل الله أن يكون ذلك الفتح الثاني للقسطنطينية. ثالثا، أن الحرب تدبير واحتيال، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يعتمد في الحرب على الخطط العسكرية والحيل الحربية، مثل فتح مكة لم يخبرهم، إنما باغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش عرمرم. عندما كان ماشي في الصحراء في الليلة، أمر الصحابة 10,000 كل واحد منهم يشعل نارا. تخيلوا 10,000 شعلة نار ستتحول إلى مئات الألوف عددا، فتوقع الرعب في قلوب الأعداء، وبالتالي يدخل البلد بدون قتال. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر أمة الإسلام في كل مكان، وأن ينصر الرئيس محمد رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات، اللهم أمين، وألا يطفئ نور الإسلام في بلاد تركيا، اللهم أمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.